تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أيضا التفاؤل هو السلاح الأساسي الذي يجب على كل إنسان أن يتمسك به ليتمتع بسعادة كبيرة في الحياة. أنا رحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ البرنامج، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأيضا معنا الأخت آمنة العلي. صبحكم الله بالخير والنور والعافية. أهلا فيك أخوي عبد الله، وصباح الأحد الجميل. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والنور والعافية، ونحن طبعا محدثكم عبد الله جمعة. نرحب باتصالاتكم ونرحب بمشاركاتكم على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما قبل لا نبدأ، نحب أن نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا: التباعد الجسدي وترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين. طبعا هذا بيساهم بشكل فاعل في الحد من العدوى بفيروس كورونا. نستعرض معاكم مستمعينا فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية. اليوم الخبر الأولي تحت عنوان: دراسة تؤكد مخاطر اللحوم الحمراء على صحة القلب، والأخت آمنة بتعطيكم معلومات أكثر عن هاي الدراسة. خبرنا الثاني أيضا دراسة ثانية تربط بين تناول البيض والإصابة بالسكري. آمنة ما بتقولكم شيء عن هالخبر. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، وفقرة خدمات هيئة الصحة اليوم تحت عنوان: خدمات العناية بالقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم: السنسنة المشقوقة، وأنا بأعطيكم إن شاء الله أكثر تفاصيل عن هذا المصطلح. أما فقرة التغذية اليوم تحت عنوان: التغذية بين الحقيقة والإشاعة. وآخر فقرة من فقراتنا هذا اليوم: صحة الطفل، وأيضا تحت عنوان: أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال. هاي كلها فقراتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، متنوعة، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ أول خبر اختيامنا. طبعا أخوي عبد الله، اليوم عندنا دراسة تؤكد مخاطر اللحوم الحمراء على صحة القلب. وطبعا أكدت دراسة أمريكية أن اللحوم الحمراء تلحق أذى كبير بصحة القلب، وهو ما يستوجب تنويع النظام الغذائي وتناول كميات أكبر من النباتات والحبوب من أجل الوقاية من الاضطرابات الصحية. وطبعا بحسب دراسة المنشورة في صحيفة بي ام جي الطبية، تتبع الباحثون ما يزيد على 40,000 شخص في الولايات المتحدة على مدار 30 سنة، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يأكلون اللحم المعالج أو الطبيعي بشكل يومي يرتفع لديهم احتمال الإصابة بمرض القلب بنسبة 12%، أما تناول اللحم المعالج مثل النقانق واللحم المقدد بشكل يومي فيزيد لديهم خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 15% مقارنة بمن لا يتناولون هذه الأغذية. نعم اختيامنا، طبعا من خلال الدراسة هاي أكيد يعني في هناك ضرر يعني لفئة الناس اللي يستخدمون اللحوم الحمراء بشكل
كثير، ولكن هناك أيضا دراسات كثيرة تؤكد أن اللحم الأحمر غير ضار للصحة، ولكن الإفراط في أكله ويعني الأكثار من أكله طبعا مضر للصحة. فنحن دائما مستمعين الأعزاء نذكركم بأن التوازن هي المعادلة الصحيحة بالنسبة للغذاء اليومي. فأهم شيء أن يعني التوازن في التغذية، معرفة الكمية اللي أنت تحتاجها من حصتك بالنسبة للحوم الحمراء، وأيضا معرفة الوقت، يعني كم تاكل ومتى تاكل، هاي أهم جزئيتين. ولكن اللحوم الحمراء أيضا لها فائدة للجسم، ومثل ما ذكرت الأخت آمنة وحسب الدراسة بأن الإفراط والأكثار منها طبعا مضر، وأيضا بيتبع كثير من الأمراض وكثير من المضاعفات. هذا خبرنا لهذا اليوم، وبناخذ معاكم مستمعينا الأعزاء مثل ما عودناكم دائما فقرة السوشيال ميديا، ومع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. صباح الخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم على كل مستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح السعادة أختي أسماء، شو بتخبرينا اليوم وشو مستجدات السوشيال ميديا؟ خلال عطلة نهاية الأسبوع كان هناك يوم مميز بصراحة، وهو 18 ديسمبر، وهو اليوم العالمي للغة العربية. اللغة العربية هي هويتنا وهي ثقافتنا وهي اللي تمثلنا نحن يعني كمجتمع يعني أو كإماراتيين أو كعرب. فكان يصادف يوم العالمي، وعند الكثير من العاملين عند في هيئة الصحة صح أنهم مش يعني لغتهم الأم هي ليست العربية، لكن يجيدونها بشكل كبير، يعني يجيدون اللهجة واللغة. فكنا مسوين بعض الفعاليات الخاصة بهذا اليوم للغير الناطقين باللغة العربية أو اللي هي لغتهم الأولى هي ليست العربية. فهي المحتوى كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان في يوم العالمي للغة العربية. كذلك كان في مجموعة من الموظفين أيضا من غير ناطقين باللغة العربية، سويناهم زيارة خاصة لمعرض حروف إماراتية بمناسبة هذا اليوم المميز. أيضا ضمن النصائح اللي تم نشرها في نصائح خاصة لمرتادي الأندية الرياضية، أحياء من فترة لفترة توصلنا أسئلة أن مثلا بسير الجم شو أسوي، شو الأشياء لازم أسويها. فكان هناك نصائح خاصة لمرتادي الأندية الرياضية، وأهم من هذا كله تعقيم الأشياء قبل استخدامها، هذا جدا مهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي هو الحين موسم إجازة، وكل الأهالي يعني يطلعون وطلعات وكده هاي ما يحبون يتمون في البيوت، فوضعنا بعض النصائح المهمة عند الخروج الأطفال من المنزل. وأهم من هذا كله لازم أولياء الأمور قبل ما يرجعون البيت يعقمون كل الأغراض اللي يابوها، وأيضا قبل الاستخدام، وينصحون عيالهم ويشرحوا لهم ليش لازم هم يغسلون إيدهم وما يعطون أغراضهم أو يتبادلونها في أماكن الألعاب وغيرها، أن يسون يعني مثلا يتبادلون أغراض الشخصية مع الآخرين. أيضا نحن مستمرين في حملة نعم أستطيع، وهي تركز على أصحاب الهمم وخدمات أصحاب الهمم والأشخاص اللي فعلا نعتبرهم ملهمين في هيئة الصحة من أصحاب الهمم. وأيضا من ضمن أشخاصنا الفيتامينات بشكل مستمر مهمة، نحط دائما كل فيتامين وكيف ممكن نحصلونه من المنتجات الغذائية. دائما الجميع ينصح أو الأخصائيين التغذية أن يأخذون الفيتامينات من مصادرها الطبيعية مثل الغذاء. دائما هذا يعني المكملات الغذائية ما تعوض عن الأكل الصحي. في النهاية نتمنى من جميع أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية قبل الخروج من المنزل، وأيضا عند التجمعات مثل التباعد الجسدي، غسل يدين ولبس الكمامة. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك، شكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن المكملات الغذائية طبعا لها دور، ولكن دائما ننصح بأن أي شخص إذا حب أن يأخذ أي مكملات غذائية لابد أن يستشير أخصائيين أو خبراء التغذية في هذا الموضوع. قبل لا نأخذ الفاصل، بس بنأخذ معاكم اليوم هيئة الصحة
الصحة في مواضيعها في قنوات التواصل الاجتماعي أيضا حطت أهمية الفيتامين باء، يعتبر طبعا يساهم في إنتاج الطاقة ويعزز المناعة وامتصاص الحديد، ومصدرها الطبيعي الحبوب الكاملة والبطاطس والموز والعدس والفلفل الحار والفاصوليا والخميرة وأيضا الدبس. وطبعا دائما قبل تناول أي مكمل غذائي تأكد دائما من استشارة طبيبك الذي سيقدم لك النصيحة المناسبة بشأن الجرعة الصحيحة التي يحتاجها جسمك. بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان خدمات العناية بالقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة، مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ اختيامنا فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم تحت عنوان خدمات العناية بالقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية. طبعا أخوي عبدالله، تعتبر العناية بالقدم من الأمور المهمة، وذلك لأن القدمين تحملان وزن الجسم كامل، لذا فإن حدوث أي مشكلة بهما سيؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، وبالتالي يؤثر في طريقة المشي، وقد يتسبب في وجود مشاكل وآلام في الركبة. وللحديث عن هذا الموضوع والمشاكل الصحية التي قد تتعرض لها القدمين والخدمات اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال، يسرنا أن تكون معنا اليوم الأستاذة آن مطر أخصائي العناية بالقدم بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة آن. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، على الاستضافة اليوم. أهلا فيك أستاذة آن. طبعا حبينا نتعرف، طبعا مثل ما قلنا في المقدمة أن القدم من طبعا أجزاء الجسم المهمة جدا، والعناية فيها أيضا مهمة. حبينا نتعرف منك اليوم عن فكرة عامة عن المشاكل الصحية اللي ممكن تتعرض لها القدمين. كما تكرمت أختي الكريمة أن الأقدام تحمل وزن الجسم، مما يجعل أكثر عرضة لإصابات والمشاكل. يعني قدم الإنسان تتكون من 26 عظم، يعني ربع عدد العظام الموجودة في الجسم كامل، فيها 30 مفصل وأكثر من 100 من العضلات والأربطة والأوتار. دي كلها بتعمل سويا لتوفير التوازن والاستقرار، وتمنح الشخص إمكانية التنقل من مكان لآخر. فنتخيل إنه الهيكل العظيم ده مكبوت داخل حذاء غير مناسب، طبعا حيتعرض لعوامل خارجية وداخلية ضارة واستنبار، فأكيد إنه ده حيسبب أضرار وإصابات وآلام يعني القدم. نعم، مثل ما ذكرتي يعني اليوم أستاذة آن إنه يعني الحذاء المناسب أيضا سبب من الأسباب أو يعني طريقة للعناية بالقدمين. يعني ما ننسى أن تكون يعني يكون حذائنا مناسب، فممكن تقولي لنا أكثر يعني في هذا الموضوع، شو تقصدين في هذا الموضوع؟ فعلا كلامك صحيح، في كثير من العوامل اللي هو بتجعل الشخص أكثر عرضة لإصابة بمشاكل القدم، منها الأحذية الغير مناسبة. في بعض الوظائف مثلا كأعمال البناء والوظائف تتطلب الحركة الكثيرة أو الوقوف لساعات طويلة، ويكون مثلا الحذاء ضيق أو غير مناسب للشخص. في بعض الالتهاب الألعاب الرياضية ككرة القدم والألعاب القفز والركض، وخاصة برضو إذا الأحذية غير مناسبة أو ضيقة. من العوامل أيضا التدخين، مرض السكر والسمنة والتهابات المفاصل، دي كلها تأثر على مشاكل في الأقدام. نعم، وهل هناك طبعا فئات عمرية معينة أكثر عرضة لهذه المشاكل؟ أيوة نعم، الفئات العمرية أكثر عرضة لهم الأطفال وكبار السن. الأطفال لأنه بعضهم ممكن يتولدوا بمشاكل خلقية تؤثر على وظائف الأقدام والساق وشكل القدم والساق، وخاصة القدم المسطحة. كبار السن طبعا أكثر عرضة لإصابة بالتهابات المفاصل،
وأيضا التغيرات اللي تحصل في المفصل مع تقدم العمر. النساء طبعا دي حاجة تكون أكثر عرضة لأنه يعني من الأحذية اللي بلبسوها مثلا الأحذية العالية أو المسطحة تماما أو تكون ضيقة، يعني هم أكثر عرضة لإصابة من الرجال. أستاذة آن، يعني إذا أنت تقولين أن الأحذية المرتفعة والأحذية المسطحة، شو الوسط من بينهم؟ شو اللي تنصحين أن مثلا يكون هذا الحذاء اليومي؟ يعني الحذاء لازم يكون ياخذ المقاس المضبوط للقدم، يكون مثلا العرض المناسب، الطول المناسب، السمك المناسب للحذاء، وايضا يكون مصنوع من ماده يعني تتنفس علشان ما يعني تمنع اصابه بالالتهابات الفطريه، وايضا ما يكون يعني من الاحذيه الضيقه جدا من الامام. بالكلام عن الأحذية المسطحة تماما، دي بتسبب مشاكل كثيرة في الأربطة بتاعت القدم، اللي هي الأربطة اللفافات الأخمصية الموجودة في قوس القدم. فمن الضرورة إنه لبس الحذاء يكون شوية فيه علوم من الخلف اللي هو منطقة الكعب، يعني إنش حاجة بسيطة جدا بس زي أصبعين، يعني ما يكون عالي جدا وما يكون مسطح خالص. نعم، ومثل ما ذكرنا في البداية أن هناك أسباب مثلا مشاكل الصحية اللي تعرض لها هذه القدمين، فممكن تذكرينا بأسباب المشاكل وطرق الوقاية من هذه المشاكل؟ من المشاكل الشائعة هي مشاكل أظافر زي الصفر الناشف مثلا، والأظافر السميكة والتهابات الفطرية اللي تصيب الأظافر، في التكونات الجلدية مثل الكلس ومسمار القدم، التهابات كثيرة جلدية بتصيب الأقدام، من التهابات زي ما ذكرت التهابات اللفافة الأخمصية اللي هي بتصيب دعامة قوس القدم، دي أكثر المشاكل يعني بتسبب آلام الكعب في الأشخاص، وهي بخصوص يعني بتسبب نتيجة لالتهابات في هذه الأربطة خاصة عند النساء. فأسباب المشاكل اللي هو أولا عدم لبس الأحذية الملائمة، وعدم الاهتمام بالعلاج الأقدام، التدخين وشرب الكحول والإفراط في ذلك، أمراض التي تصيب الكلى والقلب والأوعية الدموية كما ذكرت، المشاكل الداخلية في الجسم، طبعا مرضى السكري بسبب اختلال في الوظائف الجهاز العصبي وضيق وانسداد في الشرايين الطرفية، فدي كلها من الأسباب المسببة. الوقاية والعناية منها إنه أو الحاجة الاعتناء بالأقدام، غسل الأقدام يوميا بالماء والصابون والتحقق من درجة الحرارة، طبعا تجفيف الأقدام عند غسل القدم، ترطيب الأقدام بالمرطبات الكريمات، وعدم وضع الكريم بين الأصابع لأنه ده بيسبب رطوبة زيادة وبيسبب فطريات، تقليم الأظافر بطريقة جيدة وعدم يعني قص الزوايا، وطبعا اختيار الأحذية المناسبة لشكل قدم الإنسان. ونقطة مهمة جدا عند اختيار الأحذية لازم يعني تروح خلال في نهاية اليوم، ليش؟ لأنه القدم تتورم تورمات طبيعية في القدم فبتزيد حجمها، فالواحد بياخد يعني في خلال اليوم يكون القدم أخذ مقاسه الطبيعي. نعم. فدي من أفضل إنه ما يروح يعني بداية اليوم، لأن الأقدام بتكون احتمال يشتري حذاء شوية يكون طريق عليه. صحيح. أستاذة آن، طبعا تطرقتي أو تحدثتي عن العناية بالقدم، وعرفنا فكرة عامة وعن الفئات العمرية وأيضا أسباب اللي تؤدي إلى بعض المشاكل في القدم. أكيد يعني طبعا هيئة الصحة بدبي توفر خدمات كثيرة حول هذا الموضوع. أستاذة آن، لو نتحدث معك خلال الخمس دقائق المتبقية عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مجال في هذا المجال، وأيضا أماكن تقديم الخدمة، وأيضا دكتورة أستاذة آن بنتكلم معك عن تطرقتي أنت فئة خاصة اللي يحتاجون إلى عناية خاصة للقدم اللي هم المصابين بداء السكري. نعم، من الخدمات التي توفرها هيئة الصحة دبي هي الفحص الكامل الشامل للأقدام، علاج المشاكل التي تتعرض لها القدم والكاحل لجميع الأعمار والفئات العمرية، سواء كانوا يعانون من مرض السكري أم لا،
وتقديم النصائح اللازمة والإرشادات. لمرضى السكري هو الفحص الدوري للقدم السكرية، تقديم العلاج الملائم والإرشادات اللازمة. فبالطبع بيكون في متابعة مستمرة لمرضى السكري على حسب حوجة العميل إلى ذلك. من بنوفر الخدمة في مركزي البرشة صحي ومركز ند الحمر، اللي هو من أيام الاثنين بيكون دائما الخدمة بعد الظهر، والثلاث الأربع الخميس بيكون صباحية في هذه المراكز، فبنستقبل العملاء في مركزين. صحيح أستاذ. الآن طبعا نحن بنركز شوية خلال الدقائق القادمة عن أهمية المتابعة، متابعة الشخص المصاب بداء السكري للقدم. لو تعطين بعض النصائح إنه هل يعني كيف يهتم في القدم، لأنه يعتبر القدم أو مشاكل القدم من الأعراض اللي ممكن أن يصاب فيها الشخص المصاب بداء السكري في حالة إذا ما اهتم في هذا الجانب. فلو نعطي بعض النصائح أستاذة آن في هذا الجانب لفئة المصابين بداء السكري. فعلا أخي الكريم، يعني قدم السكري من مضاعفات الخطرة التي تصيب مرضى السكري. نعم. سببها الأساسي عدم انتظام معدلات السكر في الدم، فبتبدأ بمشاكل بسيطة وتطور إلى مضاعفات خطيرة جدا. نعم. أهم الأشياء التزام بالمواعيد ومراجعة الطبيب للكشف المستمر للقدم، الفحص الذاتي للقدم، والبحث عن أي آثار للجروح والكدمات ومناطق ضغط عالي، تحسس الأقدام يعني يوميا. طبعا تجنب محاولة علاج أي شيء بدون استشارة الطبيب، وتجنب المشي حافي، واختيار الأحذية بعناية كما ذكرنا مسبقا. نعم أستاذة آن مطر، أخصائي عناية القدم بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك وشكرا أيضا لخدماتكم المميزة الخاصة بالعناية بالقدم في المراكز الرعاية الصحية الأولية. كل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما سمعنا من الأستاذة آن مطر عن أهمية العناية بالقدم للجميع، ولكن اللي نركز على المصابين بداء السكري يحتاجون أنهم يعطون أهمية كبيرة جدا لهذا الجانب، يعني متابعة القدم بشكل مستمر. طبعا بيتجنبون كثير من المضاعفات اللي قد تكون نتيجة عدم التزامهم بالمواعيد وعدم الاهتمام بمستوى السكر التراكمي يعني الصحيح. بناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل شو عندنا أختي آمنة؟ طبعا بعد الفاصل عندنا مصطلح طبي طبعا غريب اللي بتقراه إن شاء الله للمستمعين، واللي هو السنسنة المشقوقة. نعم. فنطلع فاصل أخوي عبد الله ونرجع لأعزاء المستمعين. نعم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان السنسنة المشقوقة، وهي عيب خلقي يحدث عندما لا يتكون العمود الفقري والحبل النخاعي بالشكل الصحيح. إنه نوع من عيوب الأنبوب أيضا العصبي، الذي هو بنية الجنين النامي الذي يصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بها. قد تتراوح السنسنة من بسيطة إلى حادة اعتمادا على نوع العيب وحجمه وأيضا موقعه ومضاعفاته. عند الضرورة يكون العلاج المبكر عملية جراحية، على الرغم من أن هذا العلاج لا يحل دائما المشكلة تماما. ومن بعد المصطلح الطبي اختيامنا فقرتنا فقرة التغذية اليوم تحت عنوان التغذية بين الحقيقة والإشاعة. وطبعا أخوي عبد الله إحنا موضوعنا اليوم شيق، اللي هو التغذية بين الحقيقة والإشاعة، وبتعرفنا أكثر عن هذا الموضوع الأستاذة عرين الزوربة أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. نعم. صباح الخير أستاذة عرين.
صباح النور والسلام عليكم جميعا، وصباحكم الله بالخير ويعطيكم العافية. وفعلا هذا الموضوع جدا يعني رح يساعد كثير ناس على تغيير نظرتهم على بعض المواضيع التغذية اللي حنقترحها اليوم إن شاء الله، خصوصا إحنا معظمنا لما نقعد في تجمعات وبصير في نقاشات، فالبعض ما عندهم خلفية عن التغذية، وللأسف في بعض الناس بتاخذ بهاي النصائح، فحابين إحنا شوية نعطيهم فكرة إنه لا، في بعض الأمور لازم نقولكم شو الصح وشو الغلط منها. فمنبلش بأول إشاعة عنا إنه بعض الناس بتفكر إنه السكر البني هو أفضل بكثير من السكر الأبيض. الحقيقة إنه السكر البني والسكر الأبيض نفس الكميات السعرات الحرارية موجودة في بعضهم، يعني نفس الإشي. وبالسكر البني بيفكروا إنهم بمثابة زي الخبز الأسمر أو الأرز البني، وبساعد على تقليل الوزن، ولكن هو زي ما حكينا هي نفس السعرات الموجودة في الأبيض، ولكن إيش منقول إحنا لا ينصح بالإكثار منه، وخصوصا للناس المرضى السكري أو اللي عندهم القلب الأوعية الدموية واللي عندهم مشاكل في اللثة والأسنان. بالنسبة كمان للإشاعة الثانية، السعرات الحرارية بتضل نفس السعرات الحرارية. يعني كيف؟ يعني في ناس بتفكر إذا أخذوا مثلا 300 سعرة حرارية من الدجاج هي نفسها زي مثلا إنه زي ما تناولنا مثلا 300 سعرة حرارية من الكعك. طبعا هذا الإشي غير صحيح. الصحيح في الموضوع إنه يستهلك الجسم إنه السعرات الحرارية بشكل مختلف، اعتمادا بيعتمد على العناصر الغذائية التي يتكون منها كل نوع من الطعام. يعني انت لما تاخذي 300 سعرة حرارية من الدجاج هي مش نفسها 300 سعرات حرارية من الكعك. يعني الدجاج مثلا بيعطيك احساس بالشبع اكثر، بيعطيك بعض العناصر الغذائية المفيدة لجسمك، اما 300 سعرة حرارية اللي اخذتيها من الكعك ممكن هذا الكعك ما فيه هالعناصر الغذائية اللي انت بتحتاجيها اللي بتساعدك على انك تكوني خلال اليوم بصحة جيدة اكثر، ما انه ما تزيد من مشاكل الدهون عندك. فالفرق كثير بيفرق بالعناصر نفسها حتى لو كانت نفس السعرات الحرارية. عندنا كمان الإشاعة الثالثة اللي بعض الناس بتفكرها صحيحة ولكن هي غير صحيحة، إنه الملح البحري اللي هو بنسميه سي سولت هو أفضل من الملح الطعام اللي هو الملح العادي، الملح الأكل اللي بنستخدمه عادة. بحب أنا أوضح شغلة، إنه الملح البحري وملح الطعام الكمية الصوديوم اللي فيه كتير جدا قريبة لبعض. يعني الإشي اللي بيفرق مرات بيجي بقولك إنه لا، الملح البحري فيه مثلا مركبات المغنيسيوم والحديد، ما هي نفس الشيء موجودة كمان في الملح الطعام. بس شو اللي بيصير إنه الكمية اللي بيستخدموها للملح البحري عشان أنت توصلي لنفس الكميات الموجودة في الملح الطعام تحتاجي كمية أعلى. فهذا الإشي طبعا إذا الواحد عمل هذا، يعني أخذ هاي الكميات، ممكن يصير عندك مشاكل تانية. يعني بصير عندك مشاكل اللي هي بصير عندنا الضغط، بصير عندك مشاكل يعني إحنا مرضية يعني نتفادى منها. فأنا بحب أوضح إنه الاثنين هنا نفس الإشي، ما في إشي أفضل عن إشي. نعم. كمان الإشاعة الخامسة، إنه الطعام الصحي تناول ما تشاء منه. أنا برأيي هاي الجملة شوي بعض الناس بيصير عندها اختلاف الآراء. يعني بقولك مثلا أنا أكل أفوكادو أو أكل الشوفان أو المكسرات زي ما بدي ولا أكل شيبس. أنا معك، أنت ممكن تأكل هاي الأشياء، بس شو اللي بيصير المشكلة؟ إنك أنت لو أخذت مثلا أكلت من الأفوكادو كتير ومن الشوفان كتير أو كترت كميات عالية من هاي الأطعمة الصحية، كمان بتنحسب عليك بالسعرات الحرارية، فأنت هون كمان زاد عليك كمان الوزن، صار عندك مشاكل صحية ثانية. فإحنا دائما بنقول المقادير أو الكميات اللي تحتاج اللي يحتاجه الجسم من جسم لجسم طبعا تختلف، فالكمية جدا مهمة، مش بس إنه هذا صحي معناته نقدر ناكل شو ما بدنا منه. الإشاعة كمان اللي بحب أحكيها لأنها كثير متداولة هاي الفترة وكثير ترند عليها، اللي هو الإنقاص الوزن لازم نترك منتجات الحبوب مثل الرز والمعكرونة. صحيح. وهذه بصراحة عاملة مشكلة، لأنه الناس لما بتترك هاي النوعية من الأكل زي الخبز والرز والحبوب، السؤال الأول أنا بحب أطرحه هو الطاقة من وين بتيجي؟ يعني إحنا العناصر الغذائية تاعتنا متكونة من البروتين، متكونة من الكربوهيدرات، متكونة من الفيتامينات والمعادن. طب الطاقة بين هدول الثلاثة ما بتيجي إلا من الكربوهيدرات. إذا إحنا فقدنا هذا العنصر بأكلنا، إحنا من أين تيجي الطاقة؟ حيصير عندنا خمول، حيصير عندنا كسل، حيصير عندنا أمراض تانية، لأنه الكربوهيدرات فيها عناصر فيتامينات يعني من ضمنها البي 12 مثلا جدا مهمة.
فإذا إحنا تجنبنا هاي الأشياء يعني اللي إحنا بنحتاجها إحنا حنوصل لمراحل مشاكل تانية وإحنا بغنى عن هذا الموضوع. هي الفكرة لإنقاص الوزن لازم تاكلي من العناصر كلياتها، بس إيش بنرجع بنقول كمان مرة؟ الكمية. يعني إحنا دائما ربع الصحن يكون من الحبوب، والربع الثاني قلنا من البروتين، ونصف الطبق الصحي يكون طبعا من الخضار والفواكه. نعم طبعا أستاذة عرين، مثل ما قلتي الاعتدال في الطعام هو طبعا السر وهو طبعا الأساس. إذا نحن اعتدلنا في كل شيء حتى الأكل الصحي يحتاج إلى اعتدال، مو بس ناكل أكل صحي وكثر ما نبي، طبعا نعتدل في هذا الشيء. وطبعا بالنسبة للإشاعات ما ناخذ أي معلومات من أي جلسة أو من أي مكان، المفروض نتجه لأخصائي التغذية، هم الناس الأدرى وال يعني الأحق أنهم يقولون هذا الصح وهذا الخطأ. مضبوط. وحتى الدكاترة يعني إحنا بهمنا جدا أنه المريض يعرف أنه سواء المريض أو أي فرد بالمجتمع عنده معلومة، الأفضل يتواصل مع الجهات المختصة ليأخذ الكلام الصح، يأخذ النتيجة الصح اللي بتناسب حالته، ولا أنه يأخذها من شخص غير مختص في هذا المجال وينتقله إلى نتائج إحنا بغنى عنها. نعم طبعا أستاذة عرين، شكرا لك على هاي المعلومات الجميلة اللي فتينا بها اليوم، شاكرين تواجدك معنا اليوم، ونتمنى لك طبعا الصحة والسعادة. شكرا كثير لكم يا أختي. صراحة أختي أمن، نحن اليوم وأنا الحقيقة من خلال يعني العنوان هذا والتغذية بين الحقيقة والإشاعة تعلمنا أشياء كثيرة. يعني أنا كنت أتوقع قبل أن السكر الأسمر أفضل من السكر الأبيض والملح البحري أفضل، ولكن اليوم اكتشفنا مستمعينا الأعزاء من خلال حديثنا مع الأخت عرين بأن وأيضا مثل ما ذكرتي أختي آمنة بأن التوازن هو المهم. يعني مهما يكون الأكل صحي ومفيد، ولكن لابد أن يكون هناك في اعتدال في هاي المكونات الصحية اللي نأخذها، لأن إذا زادت أكيد بيكون لها أضرار على الجسم، سواء يعني زيادة في الدهون أو في الأمور الأخرى اللي قد تضر للجسم. فدائما مستمعين الأعزاء، التوازن في الغذاء هو أهم أو أهم معادلة في الحياة الصراحة. متى ناكل وكم الكمية اللي نحتاجها والنوعية أيضا في التغذية. نعم أخوي عبد الله، من فقرة التغذية اليوم لفقرة صحة الطفل، موضوعنا اليوم جدا مهم، بنتكلم عن الالتهابات التنفسية عند الأطفال. وطبعا يتعرض الأطفال في مراحل عمرية مختلفة من حياتهم للعديد من المشاكل الصحية اللي يمكن تجنبها بقليل من الوعي ومزيد من الاحتياطات. ومن هاي المشاكل طبعا بتحدثنا الأستاذة أو الدكتورة عفوا منى محمد الحمادي، أخصائي أطفال في مستشفى دبي. صباح الخير الدكتورة موزة. صباح الخير. صباح النور. صباح النور أختي، وصباح النور للمستمعين الكرام. أول شكرا على الاستضافة، وأكيد إن شاء الله اخترنا هالموضوع لأنه موضوع كثير شائع بين الأطفال وهو من أهم أسباب زيارة الطبيب. فممكن نبتدي نسأل أول شيء يعني عن ليش إحنا شو سبب التهاب، شو معنات التهاب التنفسية عند الأطفال. نعم. هي عبارة عن التهابات تنفسية طيب الجهاز التنفسي والقصبات الهوائية. ممكن نقسمها إحنا لالتهابات تنفسية طيب الجهاز التنفسي العلوي، واللي تسبب التهابات بالحنجرة والحلق والجيوب الأنفية، أو التهابات تنفسية طيب الجزء السفلي واللي هي تسبب التهابات القصبات الهوائية والرئة، وهي أقل، مع أنها أقل خطورة لكن هي أكثر خطورة بس أقل تواجد الالتهابات التنفسية السفلية. نعم دكتورة موزة، ممكن تقولي لنا شو هي أسباب هاي الالتهابات التنفسية اللي تحدث عند الأطفال؟ هو أهم الالتهابات، أهم الأسباب هي والأكثر شيوعاً هي الأسباب نتيجة الالتهابات الفيروسية، وهي نفسها تسبب التهابات بالحلق والحنجرة، أحياناً تسبب التهابات بالقصبات الهوائية والرئوية. والأسباب الثانية هي الالتهابات البكتيرية اللي نفس بنفس الأعراض، التهابات باللوز والأذن الوسطى والجيوب الأنفية. ممكن كيفية أن التعرف هل هي التهابات فيروسية أو بكتيرية، نتيجة ممكن نأخذ معلومات إضافية من المريض، أحيانا نحتاج لفحوصات معينة حتى تدلنا
تبين لنا الطريق، هل احنا بنواجه التهاب فيروسي او التهاب بكتيري. نعم، وبالضبط طبعا هاي الالتهابات التنفسية عند الأطفال هل لها دكتورة أي أعراض ممكن الأم تعرف أن مثلا طفلها مصاب بهذه الالتهابات التنفسية؟ أكيد في أعراض ممكن تدلنا لها الموضوع، مثلا فرضا إذا أنا يعني الطفل بالتهابات اللوز كيف أعرفها؟ يعني بحرارة، صعوبة بالبلع، امتناع عن الأكل، أحيانا يكون عن طريق الفحص يبين معاي تضخم بالعقد اللمفاوية بالرقبة، أحيانا يكون في صديد موجود على اللوزتين. في طريقة أخرى مثلا إذا حسب المكان، فإحنا هذا إذا مثلا قلنا التهابات اللوز، فرضا إذا كان عندي الالتهاب بالأذن يجيني بحرارة، بكاء شديد، أحيانا إذا الطفل يقدر يعبر ممكن يقول لي في ألم في الأذن، وبعد نتيجة الفحص يبين معي مثلا هل في مثلا سوائل بالأذن، هل في احتقان بالطبلة. هذا بالنسبة للالتهابات التنفسية العليا. فرضا يعني طفل بحرارة أو إرهاق أو كحة أو ضيقة نفس، هذه تبين لي أنه ممكن يكون أنا عندي أعراض التهابات تنفسية بالقصبات الرئوية أو قصبات التنفسية أو الرئة، وبعد هذه تدل لي أن مثلا أن أنا تبين معي الالتهاب بهذه المنطقة. نعم، وطبعا دكتورة هناك عوامل ممكن أنها تزيد من الالتهابات التنفسية عند الأطفال، ممكن تذكرين هاي العوامل؟ أكيد أختي، في عندنا عدة عوامل ممكن تزيدها، مثلا مثل أي أمراض التهابات فيروسية عند الأطفال، وجود الازدحام، الأماكن المكتظة، مثلا ممكن نقول إهمال التطعيمات في الأوقات المعينة، الأوقات المحددة، الابتعاد عن الرضاعة الطبيعية، هي بعد تزيد نسبة الالتهابات التنفسية عند الأطفال، لأن مثل ما نعرف أن الرضاعة الطبيعية تقلل الالتهابات خصوصا في المرحلة العمرية المتقدمة يعني الأولية. ممكن بعض العادات الاجتماعية بعد، يعني مثلا التقبيل، مثلا بالنسبة لتقبيل المرضى للأصحاء، هذه بعد تزيدها. وجودنا في محيط مدخنين بعد، هذه من أهم أسباب زيادة الالتهابات التنفسية عند الأطفال. نعم، ومع طبعا كوفيد 19 دكتورة أصبح التباعد مثل ما نقول نعمة ونقمة الحين، يعني قلت طبعا الأمراض التنفسية يعني يمكن عند الأطفال لأنهم ما يختلطون بطلاب آخرين في المدرسة، هل ممكن الاختلاط أنه يزيد من التهابات التنفسية؟ هل العوامل الجوية أي تأثير دكتورة؟ أكيد أكيد، الاختلاط من غالبا إحنا لما نقول عن طريق الالتهابات التنفسية هي غالبا أسبابها فيروسية، فأنا بالاختلاط أزيد نسبة كثافة الفيروس في المنطقة عن طريق السلام وعن طريق المخالطة، هذه كلها تزيد. فأكيد لما ممكن نقول التعلم عن بعد وهالأشياء، أو الإجراءات الاحتياطية أو الاحترازية، يعني مثلا لبس الماسك، الغسيل الإيدين، هذه كلها شوية قللت. فعشان كذي إحنا دائما نأكد أن ضرورة الالتزام بهالإجراءات الاحترازية. نعم، وطبعا دكتورة لكل مرض علاج ولكل مرض يعني طرق للوقاية منه، ممكن تعرفي لنا أكثر عن طرق العلاج والوقاية من الالتهابات التنفسية عند الأطفال؟ أي أكيد، الحين إحنا بالنسبة ممكن نتكلم أكيد كل شيء نبتدي بالوقاية قبل ما نوصل للعلاج. فإذا قلنا الوقاية ذكرناها تقريبا، إن هي الإجراءات الاحترازية، غسيل الإيدين، لبس الماسك خصوصا في الوضع الراهن، تقليل من التواجد في المناطق المزدحمة، ممكن بعد آداب أو اتيكيت العطس، يعني استخدام مثلا المناديل الورقية والتخلص منها مباشرة بعد العطس، غسيل الإيدين، الانتباه للبيئة المحيطة لنا تقريبا، هذه كلها تقلل. وأهم شيء بعد نأكد عليه التطعيمات، الالتزام بالنسبة خصوصا الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، في حالة وجود التطعيمات الموصى بها من هيئة الصحة نلتزم فيها، لأن بعد هذه تقلل من الالتهابات البكتيرية والفيروسية عند الأطفال. والتغذية السليمة أكيد دائما تلعب دور في التقليل من هالالتهابات. بالنسبة للعلاج يعتمد على هل هذا التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري، ويبين مع الطبيب عن طريق الأسئلة اللي يأخذها والمعلومات الأولية من المريض عن طريق الفحص، لأنه ضروري أنا أحدد هل هذا التهاب فيروسي أو بكتيري. في حالة كان التهاب فيروسي ممكن أحتاج بس أعوض السوائل، مراقبة الطفل، لكن في حالة أن التهاب بكتيري أحيانا أحتاج للمضادات الحيوية في أوقات معينة لفترات معينة. أكيد ننوه عليها أنه ضروري نحدد هل هذا التهاب فيروسي أو بكتيري، حتى نقلل بعد الاستخدام الغير أمثل للمضادات الحيوية. نعم، وطبعا دكتورة مثل ما ذكرتي هناك علاج لهاي
الالتهابات التنفسية عند الأطفال، شو دور هيئة الصحة في دبي وشو الخدمات اللي تقدمها للأطفال في هذا المجال؟ أكيد بالنسبة للعلاج أهم شيء هي مثل ما قلنا التطعيمات من أهم الخدمات اللي موفرينها هيئة الصحة بالنسبة للأطفال، اللي تقلل حتى الإصابات بالالتهابات الفيروسية والبكتيريا. فننوه دائما على الالتزام بالتطعيمات. التشخيص الأهم للمريض، أهم قبل ما أبتدي أي مضاد حيوي أو أشخص المريض أعرف هل هذا التهاب فيروسي أو بكتيري. أكيد بتواجد بحضور المريض للمراكز الصحية بهيئة الصحة أو الحضور للمستشفى عن طريق الفحص الكلينيكي من الطبيب يبين معه هل هذا المريض يحتاج علاج مضادات أو سوائل أو يحتاج أي فحوصات أخرى واللي هي متواجدة بهيئة الصحة. نعم دكتورة موز، حابين الحقيقة يعني تعطين بعض النصائح، لأن هناك ثقافة الحقيقة عند الأمهات في حالة إذا تم يعني إذا مرض الطفل أو يعني في أعراض مشابهة بسبب يعني مرضه السابق سواء الرشح أو مثلا الكحة، فيلجأ يعني كثير من الناس يلجؤون دكتورة يعني قبل الذهاب إلى الطبيب، يقول يعني مثلا خلني أنا أبدأ وأخذ له مضاد حيوي من الصيدلية وأخذ له أي نوع من الأدوية وبطالع يومين ثلاثة أيام كيف بيكون وضع الطفل، عقب إذا ما تحسن بودي للمستشفى. فخطورة يعني أخذ المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب طبعا أكيد مضر للطفل، ومثل ما ذكرتي أنت دكتورة موزة بأن يعني قد يكون الالتهاب فيروسي ويمكن الأم ما بتعرف، وقد يكون التهاب بكتيري أيضا ما بتعرف. فلو تعطين نصائح دكتورة في خلال آخر دقيقة للأم بشكل يعني خاص، أنه يعني ما تلجأ للذهاب إلى الصيدلية وبالأخص يعني أخذ المضادات الحيوية للطفل. أكيد أخوي معك حق، لأن أحيانا كل تواجد للطفل يعني أحيانا تكون الحرارة سببها سبب آخر، مش معنات كل حرارة تكون عندي لازم أعطي مضاد حيوي، لأن أحيانا ممكن يحتاج دخول للمستشفى وأحيانا ممكن ما يحتاج أي مضادات أو أي سوائل، بس مجرد شوية إرشادات من الطبيب تلتزم فيها الأم والأهل حتى يتعافى الطفل. بالنسبة لقصة المضادات الحيوية، الحمد لله بوجود أن الرقابة على الصيدليات وهذه صارت استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية محصور جدا. صحيح. هذه جدا قللت الاستخدام الغير أمثل للمضادات الحيوية، لأن إحنا ما نبغى نستخدم مضادات حيوية من دون داعي، لأن غالبا أحيانا نحتاج المضادات الحيوية. إحنا ننوه أحيانا في حالات ممكن نحتاج نعطي مضادات حيوية، فاستخدام الغير واعي ممكن يولد لي بكتيريا مقاومة للمضادات، ممكن أنا أخسر هذا المضاد على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فعشان شي إحنا ننوه إن الأفضل زيارة الطبيب عند وجود الحرارة أو أي أعراض، وبالأخص يعني دكتورة للأطفال. أكيد وبالأخص للأطفال. نعم. لأنهم يعني الطفل ما يقدر يعبر، فأحيانا يكون ممكن الحرارة أسبابها أخرى غير الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، ممكن التهاب بالبول، ممكن لا سمح الله التهابات خطيرة، فالأفضل ينشاف من قبل الطبيب وينفحص. صحيح. أيضا دكتورة موز هناك بعض الملاحظات، يعني مثلا أعطيك سيناريو، إذا كان في الطفل في البيت أكثر من طفل ومرض هذا الطفل وخذ أدويته وتعافى، وبعد فترة مرض الطفل الثاني، فتلجأ الأم تقول عندي أنا أدوية في الثلاجة موجودة ونفس الأعراض وببدأ بأخذ بعالج الطفل، فشو تنصحينا في هذا الجانب دكتورة وتنصحين مستمعين الأفاضل؟ أكيد نحاول نتوقع هذا الشيء، لأن كل طفل يختلف عن آخر وكل مرضى تختلف عن الأخرى، مو معناته أنا نصاب اليوم وصار معاه حرارة واسجام هذا التهاب بكتيري، ممكن المرة الجاية تكون التهاب فيروسي، ممكن في أعراض أخرى مثلا أو مضاعفات الأم ما تشوفها تبين مع الطبيب عن طريق الفحص. فعشان شي احنا دائما نوصي إذا في حرارة أو في أي أعراض ممكن الأم تراجع أي مركز صحي قريب منها واللي هي متواجدة في معظم المناطق، يعني فبهالطريقة تأخذ العلاج الأمثل إن شاء الله ويعني تكون مطمئنة. صحيح دكتورة، الحقيقة يعني نشكرك على وجودك معنا اليوم، وتطرقنا لموضوع مهم جدا وأحد المشاكل المهمة اللي تصيب الأطفال مثل ما ذكرتي، وتحدثنا معك الحقيقة عن يعني أبرز المشاكل هاي، طرق الوقاية وكيف يتم العلاج. شكرا دكتورة لك، وشكرا لفريق عملك المبدع، وشكرا أيضا لخدماتكم المميزة في هيئة الصحة بدبي عن أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال. أشكر أخي.
شكرا. مستمعين الأعزاء، كانت معنا الدكتورة منى محمد، عفوا الدكتورة موزة محمد الحمادي، أخصائية أطفال في مستشفى دبي، وتحدثنا معها اليوم. أختي آمنة، أنت أم، أعطينا تجربتك في موضوع اللي تكلمت عنه اليوم الدكتورة، وكيف تتعاملين أنت مع أطفالك في هاي الأمور؟ الصراحة نمر يطالعني، المخرج يطالع يضحك ما يعرف شو يقول، بس أنا أقول أني أنا الصراحة من الناس اللي أحياناً كنت أعطي نفس الدواء حق الثنتين، يعني إذا وديت وحدة والثانية طلعت عليها نفس الأعراض أعطيها نفس الأدوية. بس الصراحة على كلام الدكتورة اليوم، الإنسان لازم يكون عنده وعي أكثر، ولازم ما نقول أنه يمكن هي تعادت من أختها وخلاص نفس الأدوية، لا طبعا لكل طفل وزنه، لكل طفل الجرعة اللي تناسبه، وطبعا أيضا لكل طفل مثل ما ذكرت الدكتورة في الأمراض التنفسية ممكن تكون هناك عدوى بكتيرية أو طبعا فيروسية. فلذلك نحن نقول وننصح الأمهات، أنصح نفسي وجميع الأمهات أيضا أنهم ما يتهاونون في هاي المواضيع، وما يتهاونون في مواضيع أيضا المضادات الحيوية، وطبعا مثل ما قلنا الإجراءات الاحترازية. أخوي عبد الله حمتنا هاي السنة وحمت أطفالنا أيضا من الأمراض التنفسية الشائعة اللي كنا معتادين عليها في فصل الشتاء بسبب السلام والاختلاط والتقبيل. فطبعا نقول نتمنى لكل الأطفال الصحة، ونتمنى لهم الالتزام دائما، ونتمنى من الأمهات أيضا الوعي ثم الوعي. نعم، شكرا أختي آمنة، ومع مداخلتك الجميلة في هذا الموضوع أيضا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وشكرا لك آمنة العلي على وجودك معنا اليوم ومشاركتك في برنامج صحة وسعادة، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.